في الحلقات الاولى اللي صورناهم في 2011 مارتين بدل اليونت نتاعي مارتين ريحك هو فارغه مره اليونت صور على حسب شكون بدلتها اليونت على حسب سي رؤوف بالطبيعه اسمك اسمك تعرف سيناريو الحلقه في 2011 حطيت عيبات يبدا قاعد في مكان في قهوه حاجه تعدى واحد يضربه كف قديم من كفك كثير برشا ويجي واحد ياخذ قرص انت ما تحشمش هذا روحك تقع في يضرب ويمشي ياخذ يجي يضرب سيدي بعدين قال له لاباس خويا شبيك قال له ما عندي مشكله شبيك قال له لاباس قال له زلم خوك كيفاش زلم عطاك القهوه هي قال له خليه يضربوا فيك انت عليها هكا قال له شنو نعمل انا واحد فتر اي سيدي مشات الامور هكا ولات الاسم تعاطفها معاه فهمتوا ما ايوا انا صحيت سيروف طلعت لنا عبير سيروف فوالا يا اخي من بعد تمشي في تقدم في اللقطات لقى واحد هكا صحه تبدا فهمتني قالوا ليه يضربوا فيك صاحبي واحد قالوا خد زلم قالوا ماشي كبسك حتى حد قالوا كاش عندي حد كيف كنتي معايا وكل شيء قالوا لي بعدك فهمتني صيدلي ضربوا عاود رجع فهمتني كيف تعمل هوني قالوا لي اخر قالوا شحال بعد رجع قالوا لي حد شي يسلم عليا كهو اما جيب مخر شويه بعد ما كتبت برشا كفوف لا الكفوف خاطر ممثلين هما معنا مش هما يعني اللي فكرت تفكر له الكف 500000